مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية، رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول خالد خليل أبو بكر يونس، له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: عندنا جماعة قبل موسم التين بأيام قليلة يضعون زيتا على التين حتى يستوي قبل أوانه، وهذا الزيت هو زيت الذرة، علما بأنه يكون فيها نقص عن الاستواء بعض الشيء، ما حكم الشرع في ذلك؟ هذا العمل باطل ومحرم لأنه غش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش محرم فلا يجوز هذا العمل، لمن يريد بذلك التدليس على الناس وبيع هذا التين على أنه ناضج وعلى أنه قد طاب، وهو ليس كذلك، وإنما عمل فيه هذه الحيلة فظهر بغير مظهره الصحيح. وليس هذا خاصا بالتين، بل هذا عام في كل السلع التي تعرض للبيع، لا يجوز التدليس فيها ولا يجوز الغش فيها. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع الطعام فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام وأدرك في أسفله بللا، يعني شيئا من الماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فإذا كان الذي أصابه المطر وليس هو من صنع الإنسان، يجب على البائع أن يظهره للناس، فكيف بالذي يعمل هذا الشيء هو للسلعة ويغير ملامحها حتى تظهر بالمظهر الذي يشوق الزبائن، وهي ليست حقيقة وإنما هي غش وتدليس؟ فهذا عمل محرم، والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل، وما كسبوه وراء هذا العمل فإنه يكون حراما لأنه في مقابل غش وتدليس وأكل الأموال الناس بغير حق. نعم.